الو ايوه ممكن الحمد لله ممكن توطي الراديو بعد اذنك شويه؟ تمام كده كويس. كل ما وطيتي الراديو كل ما نقدر نسمع بعض. تمام. اتعرف بيكي؟ سلمى. سلمى كم سنه يا سلمى؟ 20 سنه. مرتبطه يا سلمى؟ لا. طيب عايزه تقولي ايه النهارده؟ حلقتنا حلقه مفتوحه يا سلمى. اللي انت عايزه تقوليه انا تحت امرك. تمام. انا كنت عايزه اتكلم في موضوع كنت مرتبطه بواحد وهو كان بعيد عني، كان من اسكندريه وانا من الفيوم. ارتبط بيا، قعدنا اصدقاء بتاع سنه. ارتبطتوا عن طريق الفيسبوك؟ وقعدنا سنة مع بعض أصدقاء، ما فيش أي حاجة، وكان كل يوم بيكلمني. جي بعدها اعترف أنه هو بيحبني واستنيت يعني بصراحة، سبت له فرصة واتكلمنا مع بعض وحبيته. قعدنا سنة وست شهور. بعدها كنت بكلم مامته على طول، وهو عرفني على بابا وقال لي بعد فترة الامتحانات أنا هخليكي تكلمي خالك وتقولي له إن أنا عايزة أتقدم. كلمته وقلت له امتحاناتك خلصت ومفروض إن أنت تيجي تتقدم. لقيتهم مرة واحدة بيتغير معايا في طريقة الكلام، ما بقاش يتصل بيا، لقيته بعد مرة واحدة، مش عارفة أعمل إيه. حسيت إن هو ابتدى يبعد عني وأنا مش عايزاه يبعد، لأن خاف. حاسة إن هو خاف من الخطوة دي ومش عايز ياخدها؟ مش عارفة. طب هو طب هو ليه لما هو مش عايز ياخدها هو ليه قال لي من الأول كده؟ ساعات الواحد وهو قاعد بيكلم واحدة جميلة زي حضرتك كده في التليفون ممكن تاخده الجلالة، أو يتحرج أو يتحط في الموقف أو الشهامة تقب عليه فيقوم قايل كل الكلام اللطيف ده. طب هو يعني اللي انا كنت لان حسيت ان هو داخل جد، لاني عرفني على مامته وهو عرف اهله على الموضوع وانا كنت قايله لمامتي، وهو كان بيكلم ماما وكان بيكلم اختي وانا كنت بكلم مامته دايما. كلمت خالي وجيت بعدها بفتره قلت له، خالي قال لي مش هو كان جاي يتقدم كده، هو ما جاش ليه؟ قال لي حاضر شويه كده وهبقى ارد عليكي. جه بعدها بفترة كده قعدنا 3 شهور بالظبط بنتخانق كل يوم خناق، ما كانش فيه أي كلام أصلا بينا. وبعد كده لقيته مرة واحدة بيقول لي أنت بقيتي تقيلة على قلبي، ما بقيتش أحس بيكي، أنا ما بقيتش أحبك أصلا. أنتوا كنتوا بتشوفوا بعض بس يعني عن طريق فيسبوك ولا كنتوا بتقابلوا بعض؟ لا، قابلته 3 مرات بالظبط. طيب من الواضح ان هو غير كلامه خالص، ان هو كان كل اللي بيقوله لي ده كلام في الهواء. من الواضح ان الموضوع كان بالنسبه له بنت لطيفه بيدردش معاها على الفيسبوك وممكن كانوا يتقابلوا مره 2 3 ولقى الموضوع داخل في الجد فقال لك لا خلاص اهرب. عنده كام سنه؟ هو قدي. كام سنه انت قلتيه؟ كام سنه؟ 20. 20 سنه. بيشتغل ولا لسه بيدرس؟ كان شغال شغلانتين. شغال شغلانتين. طيب اعتقد ان انت لسه بتكلميه وبتحاولي معاه ولا خلاص؟ هو انا كنت بحاول اكلمه، وكلمت صاحبه اللي هو اصلا كان على طول معايا انا وهو، وكان بيقول لي هو كويس ما تقلقيش. حاولت ان انا اكلمه، كلمته من رقم غريب وقلت له انا حبيت ان انا اطمن عليك. قال لي كتر خيرك يعني. انا حسيت ان انا قليله جدا لما قال لي كده. من ساعتها ما كلمتوش تاني، ما حاولتش ان انا اكلمه اصلا. طيب ممكن بقى ما تكلموش تاني خلاص، لان اي مكالمه منك انت بعد كده ممكن تقلل من اسهمك، تقلل من اسهمك حتى لو انت مش فارقه معاكي ان اسهمك، وانا بقول لك دلوقتي مش من الواضح ان مش هيفرق معاكي والمفروض ما يفرقش معاكي اسهمك عنده تزيد ولا تقل لان العلاقه انتهت. انما احنا في مرحله الحفاظ على الكرامه دلوقتي، لان هو ولد ورفضك، فالمفروض انت هنا تقفي وتقولي لا خلاص انا كرامتي مش بتسمح لي ان انا اتحايل على واحد باي شكل من الاشكال، وانا اكبر من كده بكتير، ولو هو عايزني بجد كان جالي
وعلى فكرة هو قدام شوية هيبتدي يحاول يكلمك تاني لما يلاقيكي بعدتي عنه، بالأخص لو اختفيتي تماما من حياته وحس إن ما بقاش فارق معاكي هيجري وراكي ويكلمك. بس أهم حاجة لما يجري وراكي ويكلمك ما ترجعيش توافقي تاني، لأن لما تعرفي عيل مش قد كلمته مش هيكبر في يوم وليلة، هيفضل طول عمره عيل. فما فيش داعي نعرف عيل ولا نرتبط بعيل، لأنك لما ترتبطي لازم ترتبطي براجل.